اهلا وسهلا فيكم جميعا. مثل ما تعودتوا بيلا اي سبورتس بنحب نعمل لكم ملخص للشهر اللي قطع. سو اليوم رح نكون عم نحكي عن جانيوري. رح بلش معكم باخر خبر من هداك الشهر يلي كان اعلننا عن انضمام كيمودا ليلا اي سبورتس. كيمودا اللي كان مع صدور نال صار معنا تحيه كثير كبيره لصدور لفريق عمل صدور يلي كانوا عم بيتعاونوا معنا بطريقه كثير حلوه وبروفيشنال. بسم الله الرحمن الرحيم ليتس جو لي الشرف ان اخش فريق يلا اي سبورتس. فيكم تتابعونا وتتابعوا كمودا لانه راح يكون في كتير اخبار جايه. ولي اللي تابعوا الانونسمنت ان شاء الله كان عزاوكم اللايف ستريم والفيديو انونسمنت. اتمنى منكم تكتبوا بالكومنت سكشن اذا كان عزاوكم اما لا. وهذه راح تكون خطوه كتير كبيره ليلا اي سبورتس بالفورتنايت كوميونتي، وما راح تكون اول وحده. راح تشوفوا اشياء كتير كبيره منها لقدام، وحاليا نحن عم ننبش على انه نبني فريقنا الاساسي بفورتنايت. بالنسبه لببجي موبايل، يلا اي سبورتس سبونسرد برو ايو تورنمنت سيزون 1 يلي كانت اول تورنمنت لهم بسنه 2020. واحد من هيدا الشروط كان انه يسمحوا لتسع فرق عربيه يشاركوا بهيدا الليج. هيدا الليج يلي فيه اقوى فرق بالعالم، سو نحن كثير فخورين انه كان عندنا الفرصه وقدرنا نعطي الفرصه لغير فرق كمان انه تاخذ هيدي الاكسبيرينس الحلوه. ان شاء الله تكون عجبتكم، وان شاء الله كانوا الستريمز على ذوقكم. حاليا موجود بالمنزل لوحده، محاوله الاطاحه باكثر من لاعب، بيحصل جرنيد. وات ذا ف. اذا حدا عنده اي تعليق على هذا الموضوع بليز بالكومنت سكشن. خلينا ننتقل لاخبار ثانيه. خليني اخبركم هلا عن فريق سي اس جو اللي تمكن الفوز بميلينيوم كلتش سيريز سيزون 1 يلي كان فيها أقوى فرق عربية وكان فيها منافسة كتير حلوة، بما إنه سمحوا ميلينيوم للعيبة أجانب تلعب بهذه التورنمنت، بس ما كان فريقنا اللي كله عرب إنه يربح هذه التورنمنت. حتى الاثنين الصعبين الهينة ما بعرف شو صار. Under pressure. يمكن تحمس كتير هي اللي صار. أوه هون عنا. الجامبوس طول أحلى. داد عم يصير فيها كل على سبايبس. بخبر تاني للأسف عركوز عم بغادر الفريق يلا إي سبورتس بعد مشوار رائع ومليء بالإنجازات العربية، بس تمكن من إنه يروح يعيش مع عائلته بأمريكا وقرر ينتقل لهونيك. بالمقابل خبر كثير حلو كمان لفريق سي اس جو اللي هو انه انضم لنا كوتش جديد عربي يلي هو لين من الجزائر. تحيه كثير كبيره للين، وبنتوقع يكون في عندنا انجازات بعد اكبر واكبر، وان شاء الله ما يكونوا بس بالميدل ايست، يكونوا انترناشونال. هلا فعليا الشباب عم بطق حنك ويتسلوا يلعبوا سماش هلا، بس فعليا خلصوا الشغل على الويب سايت الريفام تبع الويب سايت تبع يلا اي سبورتس. بتمنى منكم كلكم تروحوا تشوفوا الويب سايت، في عليه كثير اخبار، كل شيء كونتنت بتشوفوه عنا على السوشيال ميديا بينزل عليه، وكمان عليه نيوز هيدي ما بتشوفوها ولا محل. انفورميشن مثلا كيف فريق سي اس جو ربح التورنمنت تبع ميلينيوم، شو صار مع انضمام كيمودا، شو راي كيمودا بانضمامه لنا، هالاخبار كلها فيكم تشوفوها بس على الويب سايت. سو جو تشيك ات اوت. واخر شيء بدنا نحكي عنه اليوم يلي هو الجيفوي تبع اللوجيتك بيكسل، هي البينك ماوس يلي قسم كبير منكم حبه وكان حابب يشارك فيها، بس كان تشانس لثلاث بنات يجوا يلعبوا شوشي ربحتها، والبنات البقوه لعبوا هيك تورنمنت مهضومه كانت هوستد باي سيراي. بتمنى لكل اللي ما حضر الفيديو، الفيديو موجود على يوتيوب. السلام عليكم ورحمه الله، ومعكم سيو او سيراي اليوم من مقر يلا اي سبورت، اكون معلق ومشارك في بطوله مصغره بس بتكون حلوه ان شاء الله. كان يوم بضحك كتير. واخر شيء بدنا نحكي عنه اللي هو انه مثل ما شفتوا البيكسل برو صار في عندنا وحده ثانيه يلي هي لوجيتك جوست. هيدي الماوس الرائعه الوايت راح تكون افيلبل لحدا ياخذها، بس كيف ما راح تعرفوا بهذا الفيديو، راح تعرفوا قريبا عندنا على الشانل. سو فولو يلا اي سبورتس، روحوا على الويب سايت، اعملوا لنا سبسكرايب على يوتيوب، ونشوفكم مرة جاية.